ومن الأكاديمية الوطنية للتدريب ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. إليك رامي. تحياتي لكم ولكل متابعينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر مع انطلاق أعمال الجلسة 13 لمجلس أمناء الحوار الوطني، والذي انطلقت هذه الأعمال مع الساعة 1 ظهرا اليوم. هذه الأعمال التي من خلال النقاشات العديدة والكثيرة للوقوف على أعمال لجان المحورين الاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم بدأت جلسة اليوم بالحديث حول مؤتمر المناخ، قمة المناخ وضرورة الإشادة بها وما تم وما أنجزته مصر أمام العالم، وأيضا البناء على ما تم في هذه القمة. أيضا كانت هناك من ضمن الملفات التي طرحت خلال هذه الجلسة هو ترتيب الأولويات الخاصة باللجان ووضع القضايا الأولى في مصلحة المواطن المصري، وأيضا تم الاتفاق الواسع من جميع الحضور وجميع الأطراف الخاصة بمجلس أمناء الحوار الوطني حول الكثير من الأسماء والمقررين، ومن ثم انطلاق الجلسات الرسمية بعد انتهاء هذه الجلسات الإجرائية من مجلس أمناء الحوار الوطني. وكانت من قبل خلال الجلسات السابقة تم الاتفاق على المقررين والمقررين المساعدين للجان الخاصة بالمحور السياسي، وبانتظار خروج والانتهاء من هذه الجلسات الإجرائية لانطلاق الفعاليات بشكل رسمي الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني الذي ينعقد الآن وخلال هذه الجلسة 13 للانتهاء من أعمال لجان المحورين، المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. عودة إليكم مرة أخرى.